اهلا بحضراتكم من جديد. طيب استمرارا بقى لردات الفعل على المهزله اللي حصلت في انه يتم انتهاك قانون كره القدم والتبرير لهذا الانتهاك. فيتقلص روح القانون، روح الفار، روح البروتوكول وحاجات تاليفات مالهاش اي لازمه. بيتكلموا يا استاذ ابراهيم في حاجات مالهاش دعوه بالماده دي. صحيح. هنشوف بعض الاراء مش من لا من الاهلي ولا من حد حتى منتمي للاهلي على هدف الاهلي اللي اتلغى. وانا لما بقول هدف اتلغى لانه الاخطر من الغاء الهدف التبريرات اللي حصلت، لانه ده معناها ان كل حاجه هتحصل هتلاقي حكام هيعملوا ده. واحد من الحكام الحكم السوري كابتن تمام حمدون اتكلم في قناه الكاس عن هدف الاهلي، نشوف رايه. هل هدف الدوري المصري صحيح ام لا؟ كوره اتلعبت، الكوره تمشي، والفار الغى الهدف باعتبار ان الكوره كانت متحركه عندما لعبت. الفار لا يتدخل في اجراءات واستئناف اللعب، في طريقه استئناف اللعب واجراءات، يعني الركله الركنيه خلينا نقول التعبت من خارج القوس، من شروط اللعب الركله الركنيه تلعب من على القوس او داخل القوس. التعبت من خارج القوس، هل يتدخل الفار؟ لا يتدخل الفار نهائيا، رمي التماس لم تلعب من مكانها. لعبت مترين او ثلاث او 10 امتار مكان اخر. لا يتدخل الفار، اذا تدخل الفار غير صحيح في هذه الحاله، وعندما يوجد النص لا مجال للافتاء. واضحه العمليه. هذا ما تحدث عنه النص القانون. احنا مش بنتكلم ايه الفار يستدعي امتى وما يستدعيش امتى. القانون بيقول له اوعى تقرب بعد استئناف اللعب، بعد في اجراءات الاستئناف. طب لو قربت يبقى خرقت القانون. طب لو الحكم سمع كلامك يبقى خرق القانون. ولكن وهنا مفيش حاجه اسمها ان الحكم لازم يعترف. خرق القانون خلاص واضح. هو في كلام ان اللعب استؤنف؟ لا مفيش. هل في كلام ان تم الاستدعاء بالخطا؟ لا مفيش. هل في كلام ان الحكم خرق القانون والغى الهدف؟ مفيش كلام. يبقى خرق لكل اجراءات القانون، لا يوجد اجتهاد في نص. ده النص، لا اجتهاد مع نص. عندك نص الدوشه دي اللي حصل كلام فارغ، كلام فارغ بجد، انك انت في النهايه عندك اربع حالات دي سلطه حكم الفار براهم مش من حقه. لا المفروض ان احنا مش من حقه. انا استاذ ابراهيم ابوس ايدك ما تجيبليش الحالات اللي من حقه دي، ماده متفصله بتقول له اوعى تيجي فدي، يعني استئناف كمان تحديدا. يعني جون فدي بالذات عشان ما يقولكش اصل انا بروح البروتوكول دي اتعملت عشان كلمه روح البروتوكول. طيب الا دي عايز تستخدم بقى الفاظك المطاطه، لكن في الحاله دي لا يمكن وليس من حقك والا يبقى في خرق. هنا لازم الناس تناقش الماده دي، ما تناقشنيش في حاجه تانية. محلل قناه الزمالك كابتن ياسر عبد الرؤوف لما حلل كمان في اون تايم سبورتس، يعني انا عرضت لكم الاسبوع اللي فات كلامه في قناه الزمالك على خطا الحكم، في كمان في اون تايم سبورتس تكلم كابتن ياسر عبد الرؤوف على صحه هدف الاهلي، نشوفه. هذا الهدف الذي تم الغائه للنادي الاهلي صحيح ام لا؟ يعني اعتقد ان كل الاراء احنا سمعناها والاجماع على راي واحد بس، ان حكم الفار ما كانش يجب عليه ان هو يتدخل في الحاله دي لان دي مش من واجباته، وان بروتوكول الفار نص على الحالات اللي يتدخل فيها حكم الفار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها عن التدخل. طيب للاسف هو طبعا ما كانش موفق وتدخل فيها حكم البار وخلاص يعني ولغى الجون، وطبعا الالغاء غير صحيح. يعني هل هناك ما يسمى في كره القدم بالبروتوكول وروح البروتوكول؟ طيب في كتاب قانون بيتكون من 17 ماده، وبعدين في حاجه اسمها مصطلحات وتعريفات وفهرس وكل الكلام ده. يعني الحمد لله اعتقد ان انا متابع، اعتقد ان انا محاضر، ما سمعناش قبل كده عن حاجه اسمها روح البروتوكول. سمعنا عن روح القانون انما روح البروتوكول تحديدا لا، مفيش. والا كان هيبقى في روح الماده الاولى وروح الماده الثانيه وروح الماده ال 17، انما الكلام ده لا مش موجود. مفيش اوضح من كده كلام. بس هو كان يجب السؤال يبقى الذي يلي لم يكن من حق الفار الاستدعاء، ان يساله اذا الاستدعاء مخالف للقانون، هي دي مربط الفرس، والاستجابة لهذا الاستدعاء مخالفة أخرى للقانون، تم مخالفة القانون من الفار ومن الحكم بالضبط، زي لو كان الكرة سنطرت
كل ماتش كانت هتقول لا، لان لا يجوز بعد السنطره. ما السنطره دي هي اجراءات استئناف اللعب، فانت في الحاله دي اجراءات الفاول، اتلعب واصفر عنه حاجه لا يجوز بعد استئناف اللعب، شانه شان السنطره. اللي عايز يقول لك الحكم يعترف، لا الحكم ملوش، حتى لو ما اعترفش مش مستحقيه اعتراف، لانه لا يمكن اغفال هذه الواقعه الصريحه المحدده المخالفه لنص القانون. والاقدر بالكابتن امين عمر لتاريخه ولسمعته ولمستقبله ان يبادر هو بتصحيح الامر. برضه مسكوا في حته اصل ده خطا في الاجراءات مش خطا في القانون، ومش واخدين بالهم لان احنا بنستورد كلام من المحكمه وبنستورد كلام من لغه القانون. خطا الاجراءات بيبرأ قضايا المخدرات، يعني في جنايات كبيره بتبطل وبيبرأ علشان خطا في الاجراءات، فاوعوا تستسهلوا الكلمه اللي انتوا مستوردينها من المحاكم، اصل ده مش خطا في القانون، ده خطا في الاجراءات. خطا في الاجراءات انيل برضه، بيلغي مش يعني مش سهل او مش مخرج. والخطوره صدقوني في كل الحدوته ديت التبرير اللي حاصل، يقول لك اصل ده روح البروتوكول، واسالوني انا وانا محاضر دولي. طب سالنا واحد كمان من المحاضرين الدوليين الكابتن الجزائري جمال حيمودي في اون تايم سبورتس عن ما يسمى عند الكابتن عصام بروح البروتوكول، نشوف راي حضرتك ايه، هل هذا الهدف كان صحيحا ام لا؟ الحكم الفيديو ليس له الحق في التدخل في هذه اللقطه، ليس يعني من حق خلاصه، وهو ان بروتوكول الحكم لا يسمح له بتدخل عندما تكون الكره متحركه او كذلك اثناء ركلات الحره او الركنيه. وحتى انتهى، لو انتهى الامر بذكر الجزاء او هدف فلا يجب ان يتدخل البروتوكول الفار في هذه الحاله. البروتوكول الفار يعني قانونيا عنده اربع حالات يتدخل فيهم، والشيء الاخر ليس له الحق. هل هناك ما يسمى بروح البروتوكول للتنفيذ؟ لا لا لا، هناك قانون روح القانون وهناك بروتوكول الفار. احنا محددين اول شيء في كره القدم بقانون كره القدم، ومحددين كذلك ببروتوكول الفار اللي هو يحدد اربع اشياء يتدخل فيها الفار ويسمح لها الفار باش يتدخل، ما عدا هذا ليس له الحق في التدخل في هذه الحاله. طيب انت بتقول هو شكك في كفاءه هذا الحكم وقال لك ده مش محاضر في الاتحاد الافريقي، وبس كل الموضوع انه مش عارف سافر كم مره كاس العالم وحكم جه ثلاث ماتشات ولا حاجه زي كده. ما هو يا هتقول طب وده بتقول ايه يعني؟ طب انا مش حكم من الاساس، بقول لك ناقشني في الماده دي يا كابتن، اقعد قدامك وتعالى اقنعني ان الماده دي مش ملزمه، بس نجيب انا وانت حد بتاع قانون يقعد في وسطينا يحكم يا كابتن. وانا مش حاكم ولا صفاره ولا بفهم في التحكيم، بس عندي ماده بتقول كده، لا يصح ولا يحق ولا يمكن الرجوع. عايز ايه تاني؟ فين الروح هنا؟ وهو الروح دي مين اللي بيفسرها؟ حضرتك؟ طب وفين الروح انك انت يجي في الاهلي جون من فاول مش فاول، والسنه اللي فاتت فين الروح في ماتش الغزل وبيتحسب كره من فاول تيجي جون مش فاول وفي طرد مصر كلها شافته؟ يا بتوع العداله اين العداله؟ وفين القانون وروح القانون والعداله ولاعب الزمالك بيزق لاعب المصري والنتيجه 2-2 ويحصل على ضربه جزاء لانها لمست ايد اللاعب اللي وراه؟ فين بقى؟ والفار استدعى واللعبه واحده والكادر واحد وما شاورلوش او شاور له هم تجاهلوه، فين العداله؟ يا اللي بتموتوا في العداله، يا اللي مستكترين ان الكره كانت اصلها ما كانتش ثابته. ده انت عارف ان روح القانون ان هي تتلعب ما كانتش ثابته، دي روح القانون بقى انك انت فاول في ملعبك ما ياثرش على اللعب، عدم ثبات الكره هو مش مؤثره. مره الكابتن جمال الغندور اما بيقول لهم الكره ما بقتش تتلعب من مكانها، قال ما هنا لما يكون في نص ملعب المنافس لو حركتها مترين كده ولا مترين كده ايه اللي هيفرق؟ ايه اللي هيفرق؟ فهنا اللي ممكن تتعامل بنوع من التساهل شويه عشان وانا اتمنى ما تتساهلش من الاول، حط مكان. على فكره لما هو بيعمل كده قال له ثبت الكوره، كان عامل كده ولعبها برضه وجت جول.
يعني ما كانش يبقى فين العداله؟ العداله انك ما تدخلتش ساعتها. العداله رايقه. طيب يعني الحكم الانجليزي والدوري الانجليزي غلطانين مش فاهمه ده. الفلاسفه بتوعنا حكام الاحتواء وروح البروتوكول هم اللي فاهمين. ابراهيم فايق راح للحكم الانجليزي كلاتنبرج في اون تايم سبورتس نشوف راي الانجليز بقى. فريق الاعداد تواصل مع الحكم الانجليزي الدولي السابق كلاتنبرج. يظهر قدام حضراتكم على الشاشه رايه فيما يتعلق بهذا الهدف، هل هو صحيح ام لا؟ تعالوا نشوف. ده احنا معربينه لكم يعني مترجمينه لكم. في تصريحات خاصه لجمهور الثالثه قال انا سعيد لمناقشه مثل هذه الحاله التي كان يجب ان تكون هدفا صحيحا. وذلك بموجب بروتوكول الفيفا لأن الكرة المتحركة من الركلة الحرة لا تندرج تحت مظلة فار، وكذلك أيضا رميات التماس. وكمل قال هذه القرارات تخص الحكام المتواجدين في ملعب المباراة لكي يروا عدم نجاحهم في هذه اللقطة. ده كلام كلاتنبرج ودي نسخة المترجمة، هتقولنا النسخة اللي باللغة الإنجليزية علشان الناس تكون شايفاها اهو قدام حضراتكم. بس كلاتنبرج ده كمان يا جماعه ده إيه بيحكم في الدوري الانجليزي الدوري الهايف ده اللي ما حدش بيتابعه يعني. وده حكم مين ده؟ ايه يعني الحكم رقم واحد في انجليزي؟ ايه يعني ده؟ قال لك ما راحش كاس العالم. ما راحش اللي هو لا كهربائي ولا بيفهم لا قال لك ما الانجليزي ولا بيتكلم انجليزي. لا ده قال لك ان هو مش محاضر. ده مش محاضر. مش فاهم ايه حكايه المحاضر دي اللي هيشتغل لنا بيها. طب ما الكابتن ده الخطوره المحاضر والكابتن جمال غندور محاضرين. لا اعتمد يا عم المحاضرين والشناوي. الله وانت لا يعني هو ايه ايه الفكره انك والله العظيم بيظلم نفسه كابتن. لا هي والله كابتن عصام وصل الى حاله من التوتر والمقاوحه. ها بيفكرني بمحللين تانيين بيقعدوا لمجرد ان انتصار رايهم يتمادوا ويزيدوا فيها فيقاوحوا. فأنا يعني أنا أربأ به ولتاريخه إذا ما كانش قادر يتحمل الضغوط. لأنه الحقيقة إذا كان مفهومك عن التطوير إن التحكيم تطور ده خطر جدا. هنضيع وقت كتير جدا ومش هنوصل لأي نتيجة. فيعني المسألة مش محتاجة. وبعدين إيه اللي بيجي لك من إنك تلف على الفضائيات كل يوم تتكلم يعني إيه؟ يعني إذا لم تكن هذه حرفة تبقى غريبة جدا. يعني لو دي شغلتك اللي بتتقاضى عنها أجر إنك تبرر وتطلع في الفضائيات حتى دي أقول لك والله ضحي بيه. لكن إذا كنت تتطوع لمجرد الانتصار لوجهة نظرك وفي الآخر تعترف إن التحكيم بيتعمل معاه مجهود بس مش جايب نتيجة، هو برضه في الآخر قال كده. ده بيقول لك الحكام ثلاث سنين ما خدوش محاضره يبقوا احسن حكام في الدنيا لما انت بتقول. مين اللي بيقول؟ هو. طب ايه رايك انه اللجنه اللي فاتت لجنه الكابتن وجيه احمد ردت انه محاضرات السنه اللي فاتت اللي كان بيلقيها على الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح قال لك وثلاث سنين ما خدوش محاضره. هو قال لك هو اللي كان بيقول. طب ما هو قال كده امبارح مع ابراهيم فايق. بس يعني يجوز كابتن عصام اللي كان بيتكلم السنه اللي فاتت ولا وجيه غير بتاع السنه دي؟ لا مش محاضر دولي بس هو بتاع السنه دي هو المحاضر الدولي. الصفه الدوليه السنه دي ما اعرفش بقى. ما هو هقول لك ايه يعني